قال الشيخ الدكتور راشد بن محمد بن فطيس الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية أنه تحقيقا لما وليه حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه من رعاية كريمة لحفظ القرآن الكريم ودعم ودعم المتواصل لمراكز تحفيظ القرآن الكريم وحافظته فقد قامت إدارة الأوقاف السنية بابتعاث أربعة قراء من أئمتها لإقامة صلاة التراويح والقيام خلال شهر رمضان المبارك لعدد من المساجد والمراكز الإسلامية في جمهورية ألمانيا الاتحادية والمركز الإسلامي بالمملكة المتحدة وأشاد بالمكانة العالية لقراء مملكة البحرين على الصعيدين الإقليمي والعالمي حيث سيشارك في رمضان هذا العام القارئ حمزة معاذ عبد الرزاق والقارئ سلمان عبد العزيز النفيعي في جمهوريه المانيا والقارئ صالح المحيسن والقارئ عمار حسن طيب في المملكه المتحده واضاف الهجري ان المبادره جاءت بالتنسيق مع المجلس الاعلى للمسلمين في جمهوريه المانيا الاتحاديه للسنه الثانيه على التوالي حيث توسع نطاق المشاركه هذا العام بالتنسيق مع وزاره العدل والشؤون الاسلاميه والاوقاف لاحياء صلاتي التراويح والقيام بالتنسيق مع المركز الاسلامي في لندن.